نبلش اجتماعنا، نقف دقيقة صمت. نتطرق على حول الوضع السياسي بشكل عام، وبنفس الوقت راح نتطرق حول الوضع السياسي في منطقة شمال شرق سوريا والعلاقات السارية بين القوات الداخلية والخارجية والإقليمية. هلا إذا قيمنا الوضع بشكل عام على مستوى العالمي، وخاصة إذا قيمنا نتائج حرب العالمية الثالثة ب 2022، رح نصل لبعض النتائج اللي هلا نحن عم نشوفها على الأرض الواقع، سواء كان بمنطقة الشرق الأوسط وسواء كانت بمستوى العالم، وسواء كانت تأثيرها على منطقة شمال شرق سوريا. هلا إذا ركزنا بهاي الفترة، شو هي علاقة تركيا مع روسيا، شو هي علاقة تركيا مع أوكرانيا، رح نشوف هو عم بيلعب الدور لكسب القوة حتى يتدخل ببعض المناطق مثل سوريا. حسب اعتقادي القوات السياسية وخاصة إدارة منطقة شمال شرق سوريا لازم نركز، ولازم يكون عنا جهد لتواصل إلى النقطة أنه يتم رفع العزلة على القائد، ولازم يكون عندنا نشاط موسع، سواء كانت هذا نشاط من ناحية الفكرية أو من ناحية المسيرات ضد السياسة المفروضة من قبل الدولة التركية. سوريا وبعض الدول الثانية اللي ذكرتها. فإذا قيمنا الوضع بشكل عام نتيجة الحرب العالمية الثالثة، رح نشوف أنه الصراع الداخلي المتواجد بمنطقة الشرق الأوسط هي كانت أحد أسباب التدخل الخارجي، ولكن الثقافة المتواجدة لدى منطقة الشرق الأوسط وهي الذهنية الدولتية عم تعيق تأسيس نظام ديمقراطي للتعايش المشترك، وهذا يشكل أساس لخلق صراع داخلي. أما من ناحية سياسية بهذه الفترة، أنتوا راقبتوا الوضع، تم استهداف الدولة التركية لبعض المراكز العسكرية بمنطقة الحدود، حتى بمنطقة الهول تم استهداف القوات العسكرية. هلأ إذا قيمنا الوضع بهذه الفترة، رح نشوف أنه الذهنية اللي عم تعارض تدخل الدولة التركية أصبحت ثقافة للمنطقة، لأنه بهاي الفترة عن جد الشعب كان عنده موقف راديكالي اتجاه هاي الهجمات، وفينا نقول أنه الشعب كان عنده موقف أو أنه دخل بمنطق أنه مو القوات العسكرية الوحدة تقاوم اتجاه الهجمات الخارجية.